السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى الموجز الرياضية. واصل فريق المحرق زحفه في البطولة الثلاثية لدوري زين البحرين لكرة السلة، وذلك بعد تحقيقه الفوز الرابع على التوالي، والذي جاء على حساب جاره الحالة ب 96 نقطة مقابل 89، ليرفع المحرق بهذا الفوز رصيده إلى 29 نقاط، حيث يحتل المركز الثالث خلف الأهلي صاحب المركز الثاني، في حين تكبد الحالة خسارته الرابعة بعد فوزين، إذ أصبح يمتلك في رصيده 8 نقاط فقط، وضعته في المركز الرابع بفارق المواجهات المباشرة مع فريق الوادرات.